كما في كل عام يدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء من الكونغرس ضيوفاً استثنائيين لحضور خطاب حال الاتحاد، وغالباً ما يكون هؤلاء مواطنين أمريكيين تغلبوا على ظروف صعبة مرت بها الولايات المتحدة أو حققوا حلماً يعكس العظمة الأمريكية أو يمثلون قضية إنسانية أو اجتماعية يهم الرئيس التطرق إليها في خطابه السنوي. وحل هذا العام رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي ضيفاً على الكونغرس، وتمت دعوة كيلي على خلفية استكماله عاماً كاملاً على متن محطة الفضاء الدولية واستعداده لقيادة رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ. وحضرت أيضاً إلى الكونغرس المواطنة الأمريكية من الطبقة المتوسطة ريبيكا إيرلر التي اتخذها أوباما مثالاً عن العائلات الأمريكية التي تعمل بكد لعيش حياة كريمة. أوباما ذكر أيضاً شركة سي في أس التي توقفت عن بيع التبغ هذا العام وقدمت منحاً تعليمية لتشجيع الموظفين على زيادة أجورهم عبر تحسين مهاراتهم، وحضر المدير التنفيذي للشركة لاري ميرلو الخطاب. ولتسليط الضوء على أهمية تغيير السياسة الأمريكية تجاه كوبا، دعا الرئيس أوباما ألين جروس الذي سجن في كوبا عام 2009 وعاد إلى الولايات المتحدة، وتحدث أوباما عن ضرورة رفع الحظر الاقتصادي عن كوبا وتطبيع العلاقات بين البلدين. كما حضرت الكاتبة الأمريكية والمتحدثة الملهمة شيريل ستريد وأنا زامورا التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني عندما كانت طفلة، وبفضل سياسات أوباما بشأن الهجرة تمكنت من البقاء في البلاد والدراسة في الولايات المتحدة.